عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. هنبدأ النهاردة حلقة جديدة عن المسائل الهامة، المسائل الهامة. طبعا عشان نحل مسائل هامة في عندنا جزئين أو ثلاثة أجزاء، نقسمهم كده بالراحة عشان واحنا بنذاكر. مسائل خاصة بالخواص الفيزيائية للتيار الكهربي، تيار الكهربي دي اسمها الخواص الايه الفيزيائية، الخواص الفيزيائية للتيار الكهربي، وبتشمل حاجتين: مسائل الخاصة بفرق الجهد، شدة التيار، المقاومة. المسائل التانية دائرة كهربية، وفي الغالب بنعملها دايرة ايه اوم. طيب مسائل نوع تاني، مسائل نوع تاني: توصيل على التوالي، توصيل توالي وتوازي. طب في مسائل تالتة، مسائل الوراثة. يبقى احنا عندنا كم نوع من المسائل؟ مسائل خاصة فرق الجهد، شدة التيار، المقاومة، خلاص، والتلات مثلثات اللي احنا بنعملهم. ودايما يعني بقول للكل حاولوا تعرفوها لانها سهلة عشان المسألة نفسها وعشان وحدات ايه القياس. دايرة اوم اللي هنبدأ بها النهاردة مسألة وتكرر بالمناسبة كتير، توصيل توالي وتوازي عملنا منه كتير، بس برضو عن ايه هنركز على مسألتين تلاتة كده: جيم وت وميم، فرق الجهد، شدة التيار، المقاومة. التلاتة دول برضو هناخد بالنا منهم. مسائل الوراثة بإذن الله هنشتغل فيها شوية. نبدأ بقى ان شاء الله النهاردة اول مسألة، نقول رقم واحد. رقم واحد امامك دائرة كهربية، خلاص. الدائرة الكهربية لو جاب لي فيها الريوستات يبقى دائرة اوم، ركزوا كده. يبقى هنا مفتاح، هنا ريوستات منزلق. طبعا بيجي كتير في الامتحان ما اهميته، وايه اللي يحصل لو تعطل الريوستات المنزلق. طبعا ده هنقوله في وسط الايه الكلام، لان احنا متعودين ما بنعملش الحاجة بس، لا ده احنا بنلف حواليها برضو شوية بأي سؤال ممكن يجي. هنا أميتر ودايما على التوالي، هنا الفولتاميتر بس لازم يكون متصل بمقاومة ثابتة علشان ما يحترقش، ناخد بالنا لازم المقاومة الثابتة في الايه في الفولتاميتر. مناكس ممكن يجيب لنا الأميتر هنا والفولتاميتر هنا ويقول لي طلع الأخطاء اللي في الدايرة، ناخد بالنا من الأسئلة. طيب نرقم كده، ده رقم واحد، هنا رقم اتنين، هنا رقم تلاتة، هنا رقم اربعة، كده خمسة، وهنا ايه ستة. انا مرقم ليه؟ لان ممكن غير المسألة يقول لك امامك دائرة كهربية. شوفوا بقى الاسئلة اللي ممكن تيجي قبل ما نحل مسائل عليها. ما اسم الدائرة؟ طبعا هو قال لي دائرة كهربية، بس اجابتها هنقول دائرة أوم. ليه دائرة أوم؟ لأن فيها أميتر يعني شدة التيار، فيها فولتاميتر يعني فرق الجهد، فيها مقاومة ثابتة، وفي مقاومة إيه متغيرة اللي هي الريوستات الإيه المنزلق، والمفتاح والبطارية أساسيات أي بطارية إيه كهربية. يبقى الإجابة الأولانية ما اسم الدائرة، دائرة إيه أوم. رقم اتنين قبل ما نقول عليها مسألة برضو، ماذا يحدث إذا تعطل رقم واحد؟ تعطل رقم واحد، إيه اللي يحصل لو تعطل رقم واحد؟ الأداة بتاع رقم واحد بنقول لا يتحقق قانون أوم عمليا. مهم جدا السؤال. طيب الأسئلة كتير اللي جت في المحافظات التلات أربع أيام اللي فاتت دول الجداد، طبعا انا عندي ميم مقاومة ثابتة، ميم مقاومة ثابتة في قانون اوم. يعني ايه مقاومة ثابتة؟ عشان برضه اثبت لكم المعلومة، ايه يعني ميم مقاومة ثابتة؟ اللي هو القانون الاصلي ميم بتساوي جيم على ت، ركزوا كده، لان في اسئلة كتير جات والناس اتلخبطت مع ان احنا شرحناها في الايه في المراجعات والمحافظات. ميم مقدار ثابت،
افكركم كده، الجدول بتاع قانون اوم لو عملنا مثلا 3 قراءات للتجربة، 1 و2 و3، ايه الجدول اللي انا عامله ده؟ ده التجربة. ما نيجي نعمل تجربة في المعمل، تجربة رقم 1، تجربة رقم 2، تجربة رقم 3. انا عندي هنا جيم، هنا ت، وهنا ايه ميم. احيانا في بعض الامتحانات السابقة، مش السنة دي، بيجيب لي الجدول ده يقوم عامل لي 8 وهنا 2 وهنا هوت ايه 2، يقول لي اكمل الجدول. جدول زي ده اكمله ازاي؟ بتخيل ان انا بشتغل تجربة دايرة ام في المعمل، ايه اللي هيحصل؟ اولا ما الفش، ده في قوانين ثابته. انا عندي ميم بنقوله حتى كده، وفي الاستنتاج مقدار ثابت. يعني ايه مقدار ثابت؟ لا يتغير. طب هو هنا حلل الازمه وجايب لي ميم 2، يبقى اول ما احل وهفكر هقوم حاطط هنا 2 وهنا 2، يبقى انا كده الى حد ما بدات اوصل. يعني ايه بدات اوصل؟ انا عندي هنا رقم 1، ايه اللي اقسمه؟ ايه التمانية اهي اللي هي فرق الجهد، اقسمه على ايه يطلع 2؟ شيء طبيعي 4، يبقى 8 على 4 فيها كام؟ فيها الـ2. طيب هنا اعطيلي شدة التيار 2، واعطيلي المقاومة 2، خلاص انا اثبتها من 2 اللي تحت في رقم 3. يبقى ايه اللي يتقسم على الـ2؟ يطلع الـ2 4، يبقى هنا ايه 4. طيب دي سابها لي فاضية، خلي في ذكاء. المهم التلات الأجزاء اللي احنا بنشتغلهم أو الـ3 تجارب لازم تكون مختلفة في الأرقام. يعني عامل لي 8 وعامل لي 4، ممكن أعمل إيه؟ ممكن أعمل 2 مثلا، يبقى 2 على 1 في الـ2. لو عاوز أعمل مثلا 10، محدش عندي حاجة، 10 على إيه يطلع 2؟ 5. برضو عاوز أوصل لمعلومة إن ميم في دايرة أوم، وهيقول لي عند ثبوت درجة الحرارة ماذا يحدث لو زاد فرق الجهد؟ تظل ثابتة. ماذا يحدث لو زادت شدة التيار؟ تظل ثابتة. هي دي المعلومة اللي أنا عايز أأكدها قبل ما نحط أرقام كده عشان نحل الإيه المسألة. يبقى أنا بدأت مسألة المقاومة أو الدايرة لأن فيها أسئلة كتير. يعني ماذا تعطل الشكل رقم 1؟ ماذا تعطل الريوستات؟ لأن هيقول لي دلوقتي أكمل البيانات أو الأرقام، او اكتب ما تدل عليه الارقام. المهم عايزين نثبت المعلومه دي برضو، ان في مقاومه في دايره اوم، المقاومه او الميم مقدار ثابت، قلنا لو زاد فرق الجهد، ما فرق الجهد كان 4 اهو، لو زاد ايه اللي هيحصل؟ تظل ثابته. شده التيار كانت 2 وميم 2، ماذا يحدث لو زادت شده التيار؟ يظل ثابت، ده اللي انا عاوز اقوله. طيب رقم 4 بقى كده عشان الوقت، عشان الحلقة ما تبقاش طويلة وتلحق تنزل لكم. رقم 4 أكمل البيانات، أكمل البيانات، أكمل البيانات. أنا هكملها على الرسم عشان إيه المكان. طبعا هنا 3 الأميتر، جهاز اسمه الأميتر. هنا بطارية أو أعمدة كهربية، هنا مقاومة ثابتة، مقاومة ثابتة. يبقى قلنا هنا الأميتر، هنا بطارية، هنا مقاومة ثابتة، هنا مفتاح، هنا رايوستات منزلق أو مقاومة متغيرة، هنا فولتاميتر. فولتاميتر، ركزوا كده في البيانات. خلاص طيب تعالوا بقى عشان نحل مسألة، بديني معلومات عن المسألة. يعني بطارية، وممكن يعمل لي، بصوا بقى الحتة الجديدة اللي أنا هعمل، بيعمل لي كده بطارية تانية كمان، ركزوا معايا اهي. وممكن يقوم اعمل لي بطارية هنا كمان، ده انت قافل البتاع، لا اعتبر دي ما فيش حاجة هنا. طيب اداني هنا 1.5 فولت، وهنا 1.5 ايه فولت. نركز حل المسألة، انا بديكوا بيانات عشان هنحل المسألة الوقت. خلاص يبقى هنا اعطيني 1.5 وهنا ايه 1.5. خلاص يبقى لو هو قال لي احسب قراءة، ممكن هنا بقى يديني ايه المقاومة، المقاومة ولتكن 1، يبقى ميم بتساوي 1 اوم،
مقاومة ثابتة غير مقاومة الريوستات. يبقى أعطيني المقاومة الثابتة كام؟ واحد ايه؟ اوم. هيقول لي احسب قراءة الاميتر. ماشيين في المسألة كده؟ يبقى لو طلب مني حل مسألة الاميتر، بصوا كده القانون فوق اهو جنب القانون جنب الرسمة، مين بيساوي جيم على ايه؟ ت. حتة صغيرة رياضة، هو طالب شدة التيار، لو سمحت يا شدة التيار ها استبدلي مكان ميم، حتة صغيرة رياضة. طيب ممكن نحل بقى كده المسألة هنا. يبقى شدة التيار هتساوي ايه؟ فرق الجهد 1.5، 1.5، 1.5 على التوازي يبقى 1.5، 1.5 على التوالي يبقى 3، يبقى فرق الجهد كام؟ 3 على المقاومة عطاها لي 1، يبقى 3 على 1 فيها كام؟ 3 ايه؟ أمبير. خلاص يبقى دي بالنسبة لإيه؟ لقانون أوم. طب ما نستنتجه كده بسرعة، نستنتج قانون أوم عشان تبقى معلش يعني إيه جزء ثابت على بعضه بقى كده عشان إيه نخلص هذا الجزء. يبقى الوقت هنا لو قال لي قانون أوم بيقول لي عند ثبوت درجة الحرارة، عند ثبوت درجة الحرارة فإن شدة التيار المار في موصل أو دائرة يتناسب طرديا مع فرق الجهد بين طرفي. ناخد بالنا بقى كده، الاستنتاج عايزين نستنتجه نستنتج، وبتطلب في الامتحان استنتج قانون أوم. استنتج قانون أوم ازاي؟ بقول له بما ان ج تتناسب مع ت. الرياضة والعلوم والفيزياء بتقول لي ان علامة التناسب عشان اشيلها يشترط حاجتين، يساوي ومقدار ايه؟ ثابت. حاجات اساسية رياضة فيزياء علوم، نضرب هنا في ايه؟ في ت. المقدار الثابت العلماء اتفقوا ان يبقى ميم نسبة لعالم اوم، يبقى جيم بتساوي ميم مضروبة في ت. طب انا عاوز ميم، يبقى اذا عندي ميم بيساوي جيم على ت. جبتها ازاي؟ حافظها وبتكتبها وخلاص؟ لا طبعا، نقسم طرفي المعادلة على ايه؟ على ت. الرياضة بتقول لي كده، اضرب في المعكوس الضرب لما يكون عايزين حاجة لوحدها. معكوس الضرب بتاع ت ايه؟ واحد على ت. معكوس الضرب بتاع ت هو اهو واحد على ت. اذا حصلنا على ميم بيساوي جيم على ايه؟ على ت. يبقى ده السؤال الاول، لان هنحاول برضو ايه يعني ما نطولش عشان الفيديو ما بقاش طويل، ونحاول يوصل لكم عشان اللي عنده امتحانات علوم بكرة ان شاء الله، لان في طلبة ممتازة جدا وطالبات طلبوا المسائل، فطبعا عشان يلحقهم يوصل لهم على ما يرجعوا من الامتحان ان شاء الله. نبدأ بإذن الله. تاني حاجة المسألة رقم 2، مسألة وراثة بسرعة. مسألة وراثة يعني ننوع عشان ما نزهقش من ايه الكهربية او الايه الخواص الفيزيائية للتيار الكهربي. مسألة وراثة ناخد بالنا، يعني لو جاب لي قانون التاني لمندل اتلخبط ليه؟ ما تلخبطش، القانون الثاني لمندل، هو ما قاليش قانون تاني، ده القانون التاني بتاع مندل بيختص بدراسة فردين بهما زوجين، زوجين من الصفات الوراثية. أمال مندل الأول زوج واحد، يعني إيه زوجين؟ ناخد المسألة كده على طول عشان ما نضيعش وقت. لو جه قال لي نبات بازلاء طويل الساق أحمر الأزهار، مش هما دول زوجين من الصفات؟ طويل وإيه؟ أحمر. طب المتضاد بتاعتها اللي خلت مندل يستخدم البازلاء، طبعا طويل الساق احمر الازهار نقي، ما ننساش لان ده هنخليه دايما المذكر اللي على اليمين، وهنخليه دايما ايه هو السائد على ايه الطرف الاخر. طب سيد يعني ايه؟ ما معنى سيادة تامة؟ ان يسود احد الجينين على بديله سيادة تامة. يعني الطويل لو قلنا تي كابتل، تي كابتل على طول اهو، هنا ار كابتل، ار كابتل، ها هنا هيبقى قصد طويل هيبقى ايه؟ قصير. قصير الساق مكان احمر هيبقى ايه؟ ابيض، ابيض الازهار نقي. الصفة المتنحية دايما نقية، اما الصفة السائدة قد تكون نقية وقد تكون ايه؟ هجين. يعني ايه هجين؟ اختلاف عاملة الصفة الوراثية. يبقى قصد تي كابتل هيبقى تي سمول، تي سمول، قصد ار كابتل ار سمول، ار سمول اللي هو الابيض.
اتفقنا ده مذكر دي مؤنث، اللي قصادها دي مؤنث. نبدأ بالراحة، دي اسمها بيرنس وان، بيرنس وان. نركز كده عشان نعمل، نحاول نعمل الجيلين كده بسرعة. هنا بناخد واحدة وواحدة، طالما هنا زي هنا يعني الصفة ديت الاتنين زي بعض والصفة دي اتنين زي بعض، يبقى بناخد واحدة من دي وواحدة من دي. ها هنا ار وهنا ايه تي. اتفقنا ده مذكر، اتفقنا ده مذكر، علامة التذكير نعمل خلاص. يبقى دي اسمها الجامتات اللي انا بعملها دلوقتي، ار سمول تي سمول، ار سمول تي سمول. عندي اهي هنا جامتس. حاول نحفظ الصفات السائدة والصفات المتنحية اللي موجودة عندنا في الكتاب، زي التفاف اللسان وشحمة الأذن خلاص، والشعر الناعم والشعر المجعد والعين الواسعة والعين الضيقة. 7 حاجات، 7 صفات تقريبا أو 8، نحاول نحفظهم لأن بتيجي كتير في الاختياري. دي مش محتاجة شرح مني، عندنا صف فيه صفات سائدة والصف التاني فيه صفات إيه متنحية، تتحفظ بالنص. نحفظ السائد بس، شيء طبيعي التانية تبقى إيه متنحية، يعني نحفظ صف واحد فيهم بس ونركز على السائدة. وقال لي سائدة ليه؟ لأن جين الصفة يسود على جين صفة إيه المتنحي اللي بجيبها لي. خلاص، لأن في أسئلة بتيجي كتير، علل جي علل صفة التفاف اللسان سائدة على عدم القدرة على التفاف اللسان، لأن جين، نحط كلمة جين بس قبل إيه صفة الالتفاف، لأن جين صفة الالتفاف سائد على جين عدم القدرة على إيه التفاف اللسان، وهكذا. خلينا بقى في المسألة كده عشان الوقت، إنه مش هنحاول نطول برضه عشان الرفع يوصل بسرعة إن شاء الله. هنا ار كابيتال تي كابيتال، ار كابيتال تي كابيتال. في ناس بتزعل على عدم ايه نزول الحلقات بسرعة، طبعا النت بياخد وقت والرفع بياخد وقت على ايه على اليوتيوب. هنا ار سمول تي سمول، هنا ار سمول تي سمول، ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي سمول، ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي سمول. طبعا ملاحظين ان كلها زي بعضها، انا ركزت في اول واحده ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي سمول. هنا برضو نفس الكلام ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي سمول. هنا اف 1 يعني الجيل الاول، يبقى بيرنس يعني الاباء، هنا الجاميتات، هنا الجيل الاول. طيب عاوزين نقول ايه بقى كده الجيل التاني بيجي ازاي؟ الجيل التاني من الابناء اللي عندي، يبقى هنقول هنا هو 100% نظامها ايه طويل احمر هجين، ده اسمه ايه الطرز المظهري. يعني ايه الطرز المظهري؟ يعني الحالة اللي احنا شايفين فيها النبات طويل الساق واحمر ايه اللون، بس مش احمر صافي قوي زي الاصل زي الجد الاكبر اللي فوق، ده كان احمر احمر، هنا احمر هجين يعني ايه مطفي شوية. خلاص، تعالوا هنا بقى كده الابناء اللي طالعه دي اللي هيبقى فيها 16 خانه عشان ما نتلخبطش، لان في طلبه وطالبات برضو قالوا ان احنا بنتلخبط في القانون التاني. طبعا مفيش لخبطه خالص، بالراحه ونبدا نعملها مع بعض كده ونشوف بتعمل ازاي. بيرنس تو الاباء، طبعا ده هناخدها بالتفصيل الحاجات دي في ايه في اولى سنه وان شاء الله احياء. الوقت 4 عوامل ها مختلفين، طيب هعمل ايه رقم كده اسهل طريقة بصراحة، مش عشان انا بقولها لا، سهلة جدا. يعني ها بصوا معايا، 1 همرره مرة على 3 واكتبها، 1 همرره على 4 واكتبها، يبقى انا هنا دلوقتي في حاجتين عندي خلاص. طيب 2 مع 3 و2 مع مين؟ مع 4. اللي بقوله ده يتنفس حالا في ال4 جاميتات اللي طالعين او ال4 امشاج اللي طالعين بالراحة خالص مع بعض. يبقى الوقت هنا 1 مع 3، يبقى ار كابيتال تي كابيتال. ها مش هنضيع وقت في التانية لان التانية زيها. رقم 1 مع 4 يبقى ار كابيتال مع تي سمول. 2 مع 3 يبقى ار سمول تي كابيتال، ار سمول تي سمول. نركز كده في الكلام خلاص، اهوت عندي يبقى هنا اهوت مذكر، نعمل علامة التذكير. اكيد هسيبها له كده في الامتحان التانية؟ لا طبعا، لازم تتعمل وتتعمل وتتكتب مظبوط، ومؤنثة اهي، بس انا مش هعملها برضو عشان الوقت. اه دي المؤنثة اهي خلاص. يبقى هنا بنكتب اللي هنا بسرعة، هنا جاميتس 2. نبدأ الجدول بقى عشان الناس اللي بتقول بتتلخبط فيه. الجدول بالراحة خلاص اهو،
انا بعمل رأس الجدول في اي جدول في الدنيا، في جزء كده بنعمله في الافقي والرأس. يعني ايه الجزء ده اللي بنعمله؟ يعني هنا اهو هنقول هنا المذكر، يعني الصف بتاع المذكر، وهنا الصف بتاع ايه؟ المؤنث. طب انا هعمل الجدول ازاي؟ 3 خطوط رأسية، 3 بـ4 خانات، ها بالازرق اهي. طيب الافقية 3 خطوط افقية بايه؟ 4 خانات. خلص الموضوع، يعني 16 خانة جوه اللي بشاور عليهم دلوقتي، 16 خانة اللي جوه. نبدأ نفكر ازاي، نفكر مع بعض بالراحة. اللي انا هعمله هنا ار كابيتال تي كابيتال، لازم هنا بقى يتكتبوا ار كابيتال تي سمول، ار سمول تي كابيتال، ار سمول تي سمول. لو هنا هبص كويس جدا كمان، يبقى هنا بنقلها بالنص ار كابيتال تي كابيتال، ار كابيتال تي سمول، ار سمول تي كابيتال، ار سمول تي سمول. بالراحة بقى كده بسرعة عشان الوقت، ها ار كابيتال ار كابيتال تي كابيتال تي كابيتال، ها ار كابيتال ار كابيتال تي كابيتال تي سمول، ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي كابيتال، ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي سمول. هنا برضو ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال تي كابيتال تي سمول. ملاحظين ان ده كل ده طويل، ها طويل احمر، لذلك ده اللي انا هعمله بالازرق اهو، ده كله طويل احمر. عرفت منين؟ بص كده للايه، للصفات اللي موجود. خلاص يبقى هنا ار كابيتال، ما زلنا ار كابيتال ار كابيتال، نعمل ده بالاحمر بقى كده عشان مش هتبقى ايه، ها ار كابيتال ار كابيتال تي سمول تي سمول. اول اختلاف اهو، هنا قصير، هو احمر بس قصير. نركز كده ار كابيتال ار كابيتال ار سمول ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي سمول، دي زي اللي فوق ار كابيتال ار سمول تي سمول تي سمول. ده قصير اهو، قصير، نعمل عليه دايره صغيره كده عشان بس نعرف ايه الفروقات. ده كل ده احمر طويل سواء هجين او نقي، لكن ده قصير، هو احمر بس قصير. ها نبص هنا كده ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي كابيتال، هنا ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي سمول، ار سمول ار سمول تي كابيتال تي كابيتال. يعني ده طويل وابيض ابيض. خلاص هنا ار سمول ار سمول تي كابيتال تي سمول، برضه طويل بس ايه ابيض. ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي سمول، ده احمر ايه طويل، ها ار كابيتال ار سمول تي سمول تي سمول قصير. يبقى القصير عندي كام دلوقتي؟ 3 اهو، ار كابيتال ار سمول تي سمول تي سمول، ها دي 4 عندي، ار سمول ار سمول تي سمول تي سمول. طبعا ده على بعضها كده ايه طويل ابيض. لو ترجمنا بقى كده بسرعه لان الترجمه مهم، الاربعه اللي فوق ده هم، بصوا كده الاربعه ده هم احمر طويل عشان الوقت، يبقى في دول اربعه هم. برضو هنا احمر ايه طويل، هنا احمر طويل، هنا ما عادش ينفع نكتب هنا حاجة، هنا أحمر طويل، هنا أحمر طويل. ملاحظين الصفة السائدة هنلاقي فيها 12. خلاص هنا طويل طويل بس أبيض، طويل أبيض طويل أبيض. طب هنا طويل أبيض طويل أبيض، هنا أحمر طويل، هنا أحمر قصير، ترجمة حرفية هيت، هنا أحمر طويل، أحمر إيه قصير، تسمول تسمول، يبقى أحمر إيه قصير. النهاية F2 الجلد التاني، ها بصوا كده النتيجة، النتيجة هتكون كالآتي. اللون الأحمر إلى الأبيض، صفتين قصاد بعض هما،
لو عدينا هيبقى 12 إلى إيه؟ 4. 12 إلى إيه؟ 4. طبعا هنا إيه؟ قصير أحمر قصير، ده مترجم كله هوت. يبقى لو الأحمر إلى الأبيض، لو عدينا كده الأبيض أهو، ده 1 2 3. طبعا ده أحمر قصير خلاص. يبقى الوقت هنا هوت الأبيض، ما زلنا بنشوف ده قصير قصير، هنا الأبيض يعني أر سمول أر سمول خلاص. نبص على أر سمول أر سمول أر سمول أر سمول، هنا أر سمول أر سمول، وهنا أر سمول أر سمول، هنا أر سمول أر سمول. يبقى هنا أر سمول أبيض أبيض قصير، يبقى الأبيض للأحمر. يبقى الأبيض كونه 4، يبقى الأحمر قصده إيه؟ 4. برضو عايزين نشوف القانون بيقول لنا في الجيل التاني النسبة بتطلع 3 لـ1، يبقى 3 أحمر اللي هي الصفة السائدة لـ1 إيه؟ أبيض. نبص برضو هنا من ناحية الطول والقصر، هنا طويل إلى إيه؟ قصير، هنلاقي 12 طويل إلى إيه؟ 4 قصير. نشوف كده الـ4 قصير، نعملها بأي علامة كده، قصير أهو خلاص، هنا قصير أدي 2، هنا 3 3، في واحدة لسه قصير 4. الـ4 فال 1، الـ4 فال 3، يبقى 3 طويل إلى 1 إيه؟ قصير. ده الجيل التاني بتاع مين؟ مندل. ودي المسألة اللي ممكن تيجي وبتيجي دايما في الامتحانات. طيب في عندنا نوعين من المسائل في الكهربية. النوع الأولاني ناخد بالنا برضو في جزئية، النوع التاني في مسائل اللي هي احسب، احسب مثلا شدة التيار المار في موصل، كمية الكهربية 12 كولوم في زمن قدره 4 ثواني. طبعا دي مسألة مباشرة خالص خالص خالص، بس برضه عشان ما اوقعش نفسي في اي غلط دهيت، لان انا بفضلها بصراحة، شدة تيار كمية كهربية زمن مباشرة. يبقى اقول له كده طلع قانون كده بره، ت بتساوي كمية الكهربية على الزمن بالثواني. يبقى كمية الكهربية كام؟ عطاها لي 12 كولوم خلاص على 4 ثواني. يبقى 12 على 4 فيها كام؟ فيها 3، ولازم اعرف وحدات القياس امبير، وده موضوع الجدول اللي بقول لكم عليه. الجدول بيخليكم تعرفهم وحدات القياس وبتكافئ ايه بالمره. دي مساله مباشره، مساله غير مباشره. يعني ايه غير مباشره؟ يعني صعبه؟ لا يعني مش صعبه، يعني بنحتاج فيها اكتر من قانون. يعني مثلا عشان اتخيلها انا شخصيا، انا بحط المساله بحط الـ3 مثلثات والف مساله زي ما انا عاوز. هو اللي بيحط امتحان بيعمل كده، 3 مثلثات قدامه اهو، مصمم انا على المثلثات. اه معلش مش هتاخد مننا نص ثانيه. هنا جيم شين غين، هنا كميه كهربيه، هنا شده التيار كميه كهربيه، هنا زمن بالثواني، هنا ميم جيم ت. انا عملت ايه؟ ما خدش نص ثانيه بالظبط اهي. كده ممكن ألف مسائل زي ما أنا عاوز. اه يبقى دي المسألة رقم 1 في الإيه؟ في الخواص الإيه؟ الفيزيائية. المسألة رقم 2 ألف زي ما أنا عاوز، يعني إيه؟ يعني ممكن أقول لك أو أقول لك احسبي قراءة الفولتاميتر. يبقى أنا طالب في تالتة إعدادي وداخل على سنة إن شاء الله، لازم أعرف قراءة فولتاميتر يعني إيه؟ يعني طالب جيم، يعني طالب فرق الجهد. طيب ما في قانونين لفرق الجهد يا استاذ، اعوض عن ايه؟ حسب المعلومات اللي هديها لك. ممكن اعمل ايه؟ معلش حاجات كده مشتركه ما بين الايه؟ القانونين او الـ3 قوانين. ازاي؟ انا دلوقتي لو تخيلت ان هنا عاوز اجيب فرق الجهد اللي هنا في المثلث الثالث، هقول اذا علمت ان، اذا علمت ان مقاومه السلك او الموصل بيساوي 10 أوم، يبقى انا جبت ايه؟ 10 أوم. يبقى دي موجودة، يبقى ناقصني شدة التيار. مش هقول شدة التيار بقى، و كمية
الكهربية بيساوي 12 كولوم في زمن قدره 6، في زمن قدره 6 ثواني. ملاحظين ايه دلوقتي؟ ان انا ببص هنا وبصيت هنا، يعني ايه؟ يعني جبت كمية الكهربية وجبت ايه الزمن، يعني منها اجيب شدة التيار. طب لو جبت شدة التيار هحسب ايه؟ قراءة الفولتميتر على طول، لان هو عاطيني المقاومة بس، يبقى ناقصني شدة التيار. لو جبتها من القانون التاني يبقى هقدر افكر كويس. يبقى دلوقتي هنا اهو الحل، اثبت معلوماتي مين بيساوي ج على ت. طيب اهو برواز كده واسيبها شوية. ليه؟ لان المقاومة عطاهالي، طالب فرق الجهد، ناقصني شدة التيار. هقول له بقى بما ان شدة التيار بيساوي كمية الكهربية في الزمن في الزمن بالثواني، الزمن بالثواني كمية الكهربية كام؟ حاطين كمية الكهربية كام؟ 12 خلاص، في زمن قدره شدة التيار اللي طالبها، حاطين كمية الكهربية والزمن، يبقى شدة التيار بيساوي كمية الكهربية على الزمن بالثواني. القانون اهو بخبي شدة التيار يبقى كمية الكهربية على الزمن. طيب كمية الكهربية عطالي كام؟ 12، هنا 6، يبقى 12 على 6 فكام فيها؟ الاتنين امبير. انا جبت دلوقتي شدة التيار، يبقى خلاص المسألة ميم بتساوي ج على ت. اقعد اكرر كده، لازم اكتب القوانين في الامتحان. ها احسب قراءة، هو طالب ج، ها ولما يطلب ج واعطيني ايه؟ شدة التيار 2، طب اعطيني المقاومة 1، يبقى انا اقول له ان هو ج بقى بتساوي م في ت، م في ت. طيب م كام؟ م كام عطاها لي؟ المقاومة عطاها لي اذا علمت ان مقاومة السلك بتساوي 10، شدة التيار لسه مطلعها حالا كانت كام؟ 2، يبقى 10 في 2 بكام؟ ب20. ولو وقفت وقلت 20 بس انقص نص الدرجة، لان بتشال على وحدات القياس نص درجة، يبقى 20 ايه؟ فولت. يبقى انا لازم اعرف وحدات القياس، اعرف وحدات القياس. طب وحدات القياس المقررة عندي من الجدول ده اهو، جدول اللي عندي. يعني ايه من الجدول اللي عندي؟ يعني انا عندي هنا اهو فرق الجهد فوق اهو في الجدول، نبص هنا كده ونبص هنا، ها فرق الجهد فولت، سهلة جدا. اهي الشغل، ها المبذول بالجول، يبقى واحدة قياس الشغل ايه؟ الجول. كمية الكهربية بالكولوم، طب انا عاوز كمية الكهربية ليه؟ لان كمية الكهربية بتديهالي وساعات بطلبها مني في المسألة. يبقى لو طلعت كمية الكهربية طلعت 10 او طلعت 12، اقول له 12 ايه؟ كولوم، ولا اقف اقعد افكر؟ لا اكون عارف. طيب المثلث التاني، بناء على المثلث التاني هنا شدة التيار امبير، هنا كمية الكهربية بالكولوم، الزمن بالايه؟ بالثانية. ها عند التالتة اهيت، عندي جيم، ها فولت، فولت مقاومة اوم، هنا شدة التيار ايه؟ امبير. وناخد بالنا برضو من التلات جداول دول، وده عملتها في الحلقة اللي فاتت وفي الامتحانات. يعني ممكن الامبير يكافئ ايه؟ انا عندي امبير هنا وامبير هنا، مش هكتبها بقى عشان ايه الوقت. الامبير بيكافئ ايه؟ كولوم على ثانية. طب الامبير هنا بيساوي ايه؟ فولت على اوم. اكتب ايه؟ ده بيكتب لي نقط او نقط، يعني لازم اعرف ان هو كولوم على ايه؟ ثانية، على ثانية، او فولت على ايه؟ على اوم. خلاص دي مسألة من المسائل. طبعا المسألة التانية عشان الوقت، لديك 3 أعمدة، ممكن 4، ممكن 5، ممكن 6، قاف دال كاف لكل منها، لكل منها 1.5 فولت. وضح مع الرسم كيفية التوصيل على نمرة 1 التوالي، وضح مع الرسم كيفية التوصيل على التوالي نمرة 2 على ايه؟ التوازي. طبعا ده بيشوفنا عارفين ولا لا. ونفس المسألة هنجيب القوة الدفع الكهربية في كل واحدة، يعني التوالي 3 همت، ما هو عطاهالي عشان اشوف او يشوفني بعرف اوصل ولا لا. طب هنا على التوازي سهلة جدا اهي،
وزي ما اتفقنا في الحلقات اللي فاتت والمراجعات والمحافظات، لو سبت كده اخد صفر في الرسمة، يبقى لازم اوصل واركز ما استعجلش. وده طرف الموجب وده طرف ايه السالب، ده طرف الموجب وده طرف ايه السالب. طيب نفس المسألة، بيقول لي نفس المسألة عشان ما عادش تاني، نفس المسألة اللي عملناها فوق دي، هيقول لي احسب نمرة واحد قوة دفعة كهربية بيساوي 3 فولت. 3 فولت من ايه؟ من 3 اعمدة لازم استخدمهم. يعني ايه؟ هوصل 2 على التوازي، 2 على التوازي، 1 على التوالي. حصلت على 3 فولت، يبقى 1.5 فولت هنا، 1.5 فولت هنا، 1.5 فولت هنا. خلاص يبقى في الحالة دهيت 1.5، 1.5 ايه 3، يبقى انا حصلت على 3 ايه فولت. طيب بيقول لي رقم 2 احسب على 4.5 فولت، قوة دفع كهربية بيساوي 4.5 فولت. شيء طبيعي ده كلها يبقى على ايه التوالي، 1.5، 1.5، 3، و1.5 ايه 4.5. خلاص يبقى هنا ايه 1.5، هنا 1.5، هنا 1.5، يبقى مجموعهم كام 4.5. مسألة وراثة أخيرة برضو، يعني بسرعة سريعة كده، يعني لو جاب لي وضح على أسس وراثية، وضح على أسس وراثية تهجين نبات أزهاره حمراء هجين مع نبات أزهاره حمراء هجين. ملاحظين ايه؟ نجيب له احمر هجين واحمر هجين. احمر هجين مش عايزه فلسفه في الاجابه، احمر يا اما نقي اركبتل اركبتل، يا اما يعني ده النقي اهو مش عاوزينه النهارده اهو. احمر هجين يعني ايه؟ اركبتل ارسمون مع اركبتل ارسمون. خلاص ونعمل عادي بقى خالص، دي بيرنس 1 او نقول بيرنس بس لان مش طلب مني الجيل الاول والجيل الثاني. طبعا هنا اهو اتفقنا ان ده مذكر عشان اعرف هشتغل ازاي، اركبت المذكر اهو وارس مول. هل اللي عاوز يعمل مذكر الناحيه التانية غلط؟ لا صح طبعا، بس احنا مركزين من اول الشرح واول ما شرحت معاكم في ثالثه اعدادي واولى ثانوي ان دايما المذكر نثبته ايه على اليمين والمؤنث ناحيه الشمال عشان ايه نحل براحتنا كده ومبقاش فيه قلق في كل مره. يبقى هنا اهوت اركبتل، هنا ارسمون، هنا ده مؤنث، هنا جاميتس. نبدا على طول كده جدول، هنا مذكر وهنا ايه مؤنث، اركبتل ارسمون، هنا اركبتل ارسمون. الناتج طبعا يطلع لي اركبتل 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 ارسمون. ناخد بالنا انا بعمل ايه، بضرب دي في ديت، طلعت اركبتل 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 في ارسمون اهي، عشان ما نقولش المستر بيحل كده وخلاص. يبقى هنا اركبتل ارسمون، ببص هنا وهنا. طب انا عاوز دي ودي اهي قدام عيني اهي، طب الجيل هيطلع لي ايه؟ لازم اطلعه كده لوحده كده اهو، إيه الى عشان نبقى شاطرين في السنة ان شاء الله. يبقى ده الجيل الناتج اهو، ما رقموش بقى لانه مش ما طلبش الجيل الاول والتاني. هنا هو احمر، اترجم بقى احمر نقي احمر هجين، وابص في الجدول واطلع النسب. هنا ابيض ايه نقي، طلع النسبة كده بسرعة، احمر نقي اتفضل نسبته 1. عرفت منين؟ ربع الناتج هنا في 50%، يعني 2 الأبيض ربع الناتج 1، يعني ممكن أقول 25%. هنا 50%، هنا 1 إيه 25 إيه في المية. برضو عايزين نقول حاجة، الأحمر عامل مشترك لأنه سائد، يبقى 3 أحمر، 3 أحمر إلى 1 أبيض. خلاص، وده بالمناسبة الجيل الثاني، الجيل الثاني لقانون مندل، لقانون مندل. زي ما اتفقنا نحفظ الصفات السائدة والصفات الايه المتنحية. خلاص، وناخد بالنا من المراجعة النهائية والمراجعات وحل المحافظات اللي حلناهم. وده كان اخر لقاء لنا ان شاء الله النهاردة في عنوان المسائل الهامة عندنا. خدنا توصيل توالي وتوازي، خدنا تيار كهربي، فرق جهد شدة التيار، خدنا مسائل وراثة. إن شاء الله نتمنى لكم حظا موفقا، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وتعرفوا زمايلكم عشان كله يستفيد بإذن الله. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.